لاعبو منتخب انجلترا بثقة نحو مرمى فيليكس ميالي، وسرعان ما جاءت اللحظة التي تعيش في ذكريات كل من رآها. كانت تسديدة بيلي نحو المرمى مثالية، لكن تصدي جوردون بانكس كان الأفضل. ثم على الجهة المقابلة تم التصدي لرأسية لي. أثناء المباراة ارتفعت درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية، حينها وافق اتحاد الفيفا على قاعدة تبديل جديدة للاعبين غير المصابين. كان المنتخبان شرسان في تبادل الهجوم، ولكن في الشوط الثاني تسببت الحرارة الشديدة المرة الأخيرة. حقق بيلي العديد من الأرقام القياسية، ولكن هذا الإنجاز كان مختلفاً. كانت نتيجة المباراة غير مهمة، ولكن المشجعين توقعوا الفوز. كان منتخب يوغوسلافيا خصماً قوياً، حيث شارك في بطولة كأس العالم الأولى عام 1930، وكان أداؤهم جيداً في 5 نسخ لبطولة كأس العالم. لكن مشهد رؤية صاحب القميص لتحسين المهارات، لقد آمن أنه لتكون لاعباً جيداً عليك أن تكون شخصاً جيداً. عندما بدأت اللعب كان والدي يقول لي دائماً: إن كنت تريد أن تكون لاعباً رائعاً فأنت بحاجة إلى الاستعداد، لأن الله وهبك موهبة لاعب كرة القدم، وهذا لا يكفي. الآن عليك أن تكون دائماً فتى صالحا ورجلا صالحا أيضا، وعليك أن تحترم الناس، وعليك أن تحترم الخصم دائما. عندها ستصبح لاعبا عظيما، لأنك ستصبح رجلا أفضل في البداية، ثم لاحقا ستصبح